يا بو مينو سميتو هو اسمي عبد الرحمن. عبد الرحمن، اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من اناسي. جينا عند بو مينو اللي عنده واحد القصه اللي غيعاود لنا ديال ابن الاخت ديالو اللي مختل عقلي، اللي وقع عليه مشكل بمحاوله الاغتصاب ودخل السجن، تحكم عليه بأربعة سنوات وخمسة مليون غرامة. بوميلود غيعاود لينا القصة ديال ابن الأخت ديالو، وغيقول لنا شنو وقع. بوميلود سلام. سلام خويا. سلامات خويا. عندنا واحد الدرة مريض، هذا اسمي عبد الرحمن، اسمي عبد الرحمن، مريض السكويلة. واخا بوميلود عبد الرحمن. عبد الرحمن كان بيه خير، كان بيه خير ملي كان صغير. نهار اللي لحقت عنده 16 عام الدري تبع داي تبلع تبلع، وليت من الحشيش. داك الحشيش ما وافقوش في دمه، بحكم ان الدري ما عمرو دار شي حاجه ودار داك الشيء، ما وافقوش الحشيش. مرض، مرض عقلي. ديتو عاد ابراهيم بالبراهيم اللي تيدو في خيط بيه. ما بقاش تبدي الاسماء. ديتي عندك مرض عقلي، مريض. عطوني الدواء، جريت تعيت. السيد ملي تياكل الدواء تيكون بخير، ملي تيتقطع من الدواء تيبدا ينقر وبدا يغوت. هو ملي مشيتو جريتو بيه ودوزتو ليه بقى كيتناول المطيرات؟ لا من لا حبسناه، ملي تنحبسوه في الدار ما تيكميش، ولكن تخرج الزنقه تيكمي. ما تيبقاش خاص تنبقاو، خاص اللي غيبقى حاضيه. يعني ملي كيخرج الزنقه كيعاود داكشي من ازال. تيتلاقى مع شي واحد تيعطيكني. صافي تيمرض. ملي تيمرض السيد ما كيف حنا معاه. مدة اش بقى مريض لحد ليومنا هذا؟ ليومنا هذا مريض. مدة مدة 16 عام باقي تيتزاد عليه الحال. إلا كان الدواء تيولي به خير، إلا ما كانش الدواء تيبقى ينقر. جات الاستفادة. جات الاستفادة. جات استفادة، حتى واحد ما غيستافد معاه. لا ولكن هو ما غيستافدش، هو ما يستافدش. تستافد مي، مي واختي. مي واختي. تيقول المي الام ديالي. مو هو ومي انا. تيقول المي حتى واحد ما غيمشي معاك، علاش؟ عندك ولد بنتك مريض. دابا الناس ديال الدرب، ديال الدرب ما بغيش يستافد مع الوالدة، علاش؟ حيت ولد اختي مريض. هو اشنو بان لك انتيا منطقيا؟ ورا منطقيا مريض، راه محق. منطقيا راه صعيب على الناس، ولكن الحامله خلاص كيزوم. مالي ما غاديش يقدر، راه مني انا وجبد ما تشاركش معاه. ولكن انتوما ما تفوتوش. ما نفوتوش. ما غندوزوش بنا، راه خونا ودمنا والحمله. مين ما علينا، ملي ما بغى يمشي مع حتى واحد مده شي 4 شهور وانا نقلب عليه، نقلب لا غيمشي معاه. الاستفاده كاينه. الاستفاده ولكن حتى واحد ما بغى يدخل معانا. بقيت تنقلب 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 وانا نطيح في واحد حتى هو مريض. حتى هو بحال. حتى هو عنده مرض نفساني، حتى هو ما بغى يمشي معاه حتى واحد. استفاد الام ديالو خداو. صافي قلت لي سي ابراهيم، قال لي نعم. قلت لي تستافد معانا؟ قال لي نستافد. قلت لي راه عندنا كاين. قال لك انا راني مريض، انا نستافد معاكم، انا ما بقيتش يستافد معايا. صافي قلت لي يلاه. مشيت كتبت ليه، كتبنا ليه عقد الشراكه، شركنا، لقينا اللي بني لينا، بنات لينا واحد المراه الله يكثر خيرها، الله يجزاها بخير. صافي سكننا في المحل مده 9 سنين ولا 8 سنين، حنا ساكنين هانين هانين، ما كاينش والله ما كاين. هذاك ابراهيم بديتي مسكين بغيبي. هذا كان تيكري المره الاولى، هو كان تيكري، كان تيقول لي باغي نبيع. تنقول له ودي الا بعتي غادي تشرد، راه الا بعتي غادي تبقى برا، ريح محالك. وتيتصنط ليا، وملي بقى يتقوت عليه بحال هكا ما تبيعش ما تبيعش، ما بقاش يتسول فيا انا ولا تيدير في راسو. برزطو. هو يتلاقى مع هذا الراجل، ما عرفتو كرا ليه، ما عرفتو بيع ليه، الله يعلم بينه وبيه. ما دوا معانا ما كلمنا مدة شي 6 شهور. ملي مشينا للمحل لقينا السيد، حنا كنا كايرين ديك البريط، ما كنا كايرينها باش يستافد هاد الشب، باش يستافد هاد اسمي عبد الرحمن. ملي كريناها صافي، ملي خوا داك الراجل ملي كرا مشينا للدار، لقينا هاد السيد ساكن بخير لاباس. قالك راني مشيت عند موحد يا ابراهيم. قال لي الله يعاونك، الله يسخر لك. ما فخباروش بينا هو الدرا راه مريض، هذا اللي شرا ما فخباروش بينا الدرا مريض. شرا قدا الغارات صافي حي، ما سولش والو، بانت ليه الهوته صافي قدا الغارات. حنايا ملي جينا لقينا شاري الشاب ملي تيتقطع هذاك تيسمع،
بحال تخلع منه. اه علاش يغوت هو يجي لعندي لهي؟ قال لي خوك تينقول عليا تيغوت غادي يعاير يسب راه مريض هذاك. قلت هذاك راه عنده مرض. راه هو تيبقى دويره تيقتلش بنادم تيمشي على راسه تيعير غادي يعير. المهم خليناه مشى المره الاولى ثاني المره الثالثه المره الثانيه والله العظيم الا ضربه في الدروس قدامي. شكون اللي ضرب؟ هو ضربه. هذا السيد اللي شاري المحل ضرب ولد اختي. قلت له علاش ضربتي؟ قال لي تيغوت وتيعير تيسرو. علاش حنت تيغوت؟ قلت انا ما رباني حيد منه هذا الغوت هذا. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا واحد النهار نمشي للبلاد. عرضوا علينا الناس مشينا لواحد عرس الماكينه مشينا للبلاد. ريح واحد خمس ايام حتى تيقول لي ملي كتخرج كتوصي صحابك عليه؟ ما توصي حتى واحد راه بعقله هو راه هو خاصو الدواء. الا كان الدواء راه بخير. الا ما كانش الدواء اللي تيتعصب شويه. الدواء ما يمكنش ياكلو بوحدو الا ما عطيتوه ليه. ياكلو تيمشي يدق البرا كل شهر تيدق برا مع ديال الوراق ديالو كل شهر يمشي يدق برا تيمشي يدق كل شهر. انا خلاني هاد السيد تمشي تسافر للبلاد هو يمشي يجيب لي البوليس داه داه دار لي محاولة اغتصاب. واخا انت كنتي في البلاد شكون اللي عيط لك شنو قال؟ عيطوا لي قال لي عبد الرحمن راه شدوه. عيط عليا ولدي. قال لي عبد الرحمن راه شدوه. قلت ليه علاش؟ قال لي راه كاينه 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 كاينه. صافي جيت جيت لقيتهم دايرين لي محاولة اغتصاب. هضرت معاه طلبته قلت له ودي اسمح لي راه مريض هذاك اسمح لي الله يرحم لك ويدي راه مريض ترى اش غدي عليه راه مريض راه العصار عندك قولي بلا غيتفش هو قولي شوف قال لي بغيتي تسمح له بغيتي نسمح ليه غتسيني لي انت وغيتسيني لي خوك وغتسيني لي امه باش ما باقيش يدخل هنا وفين غيمشي السيد راه مريض ودارو هذا ودارو فين غيمشي ملي ما غيدخلش هنا فين غادي يمشي انا ملي جينا نسولو ملي سولت بحال مزيان قلت ليه قال لي مخاصم انا وولدو ولده الكبير هذا اسمي عبد الرحمن ملي سولت امه مشات عندو العكاشه قالت لي مالك؟ قال لي انا راني نضرب انا وولده في السطح وريا هو دار لي محاولة الاغتصاب وملي تيبغي يجي الولد ملي تيبغي يجي يتقابل هو والبنت تيدي مع الدر الصغير خاصو يدي الدر الكبير مور 24 عام ولا 26 عام هو اللي خاصو يمشي ما يديش لي الدر الصغير ودي الدريه كتكون موجهه بالحكامه يدي الدر الصغير ودي عاد البوليس يدي الدر الصغير ودي بنته خاصو يدي الدر الكبير مو العقل اللي كان تيشد من اللي كان تيضرب في عبد الرحمن هو اللي خاصو يمشي يضربوا بنادم ما يضربش اش غادي المهم ما علينا هاي السيد ملي طلبناه وذوقنا فيه قال لك والو تسيني ولينا هنايا تسيني لي تا وتسيني لي امو وتسيني لي اختو وتسيني لي خوك وانا راني نسمح لي قلت له ودي بغا يمشي قال لك لا صافي تا لما صافي سير دعيه مشى دعاه حنا قلنا غادي قلنا ما غيتحكمش حنا قلنا صافي راه غادي يري غادي يسمح لي يدير لي التنازل تورك عليه هو والله ما وقع لي غيوقع شحال عطاو 4 سنين و5 مليون خطيه وانا تنطلب من الناس مسؤولين تنطلب من الحموشي تنطلب من سيدنا تنطلب من الحكومه حقوا مع هذا السيد مزيان حقوا معاه راه غادي مظلوم انت كيبان لك ان السيد طيح ليه الباطل طي عليه الباطل اعطيني واحد الدليل مشيت عندو هضرت معاه وهضروا معاه لا لا ما هضرش معاه ما هضرش معاه ما هضرش معاه لحد الان من نهار اللي طلبناه ما بقيتش دويت معاه غادي تطعن في الحكومه تطلب خبره ضروري نطلب خبره ونطلب التحقيق مع هذا السيد انا مزوق في الناس مسؤولين تنطلب الناس يديروا معايا حل على هذا السيد هذا اسمي عبد الرحمن راه مريض وراه غادي نطلب القانون تنطلب القانون اللي كان دايرها يستاهل يمشي منين وجبت لا كان داير يمشي علاش ما بغيش تحرق الظلم وتنقول انا ما يديرهاش ما يديرش الدريه بقى فيا بقى فيا انا ما عندو ما عندو لا خو لا مبو لا غادي يقابلو لا غادي انا ما هضرش عليه شكون غيهضر عليه انا غنهضر عليه ونمشي انا اللي غنهضر عليه وغادي نبقى ديما نهضر عليه واللي دار الله راه اللي كاينه ما ندوزوش ما خليو مع الشباب ديالو مع الشطفوت لا والو من نهار اللي عقلت عليه هو في العذاب محل هو اللي عنده هو اللي عنده ولد اخر في طنجه مع راجل اخر ماشي معاه هو مع راجل اخر
دابا راه قاعده مع ولدها اللي في طنجه. وكتبقى تعيط لك تقول لك تجي عندي دابا مسكينه دابا من شهر لشهر جيت دير لي السياره وجهي، حيت انا ما عنديش حق نمشي لعندو. علاش؟ حيت اختي هي من امي. خصو يكون شقيق الا بغيت نمشي لعندو. دابا هي دا هي مرضت، حتى هي مريضه. المشاكل والعصاب واش نقول لك اصاحبي، الله يجعل ربي يسهل. شنو كنطلب؟ كنطلب التحقيق من هاد السيد هذا، كنطلب المواجهه مع التحقيق لهاد السيد، حقه معاه ولا كان داير يصيفطو. انا راه تنقول ما ديرش، راه والله ما يدير، والله ما يجر البنت. والناس اللي امره هو تيعاون عباد الله، هو يطلع لهم والو. اللي قال لك جرش دريه هنايا انا مستعد، كلشي كذوب والله العظيم الكذوب بالله. شكرا. ربي المعبود الى الكذوب.